بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من علمنا الدعاء الجميل. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. طارق حسين البرمبولي، أستاذ طب وجراحة العين في جامعة الزقازيق، بيرحب بحضراتكم في الانستراكشن كورس بتاع الأوفثالمولوجي. احنا من فضل ربنا خلصنا الانترودكشن والامبريولوجي، ليد واللاكريمنتس اباريتس، كونجنكتايفا والكورنيا والسكليرا، اليوفيال تراكت والبيوبل. والنهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض مع موضوع جديد، وزي ما تعودنا دايما مع بعض نبدا بصوره نتامل فيها. من فضلك نزل صوره التامل. ايوه صوره التامل اهي، نبص فيها مع بعض ونشوف هتوحي لنا بايه. بعضنا هيتامل الصوره ككل، والبعض الاخر هيتامل الصوره جزء جزء. بعضنا هتفكروا الجبال بالمجهود اللي لازم يبذله علشان يوصل لقمة الجبل، والجبل هنا رمز لكل قمة انت عاوز توصل لها لازم مجهود. وتفتكر دايما ان كان الوصول للقمة صعب، فالحفاظ عليها والبقاء عليها اصعب. بعضنا هيبهروا نمو الشجر والنباتات من خلال الصخر، وده اثبات ان النجاح يمكن ان يحدث حتى لو الظروف المحيطة كانت صخرية. اوعى ترمي فشلك على الظروف والناس وتنسى تقصيرك. ناس تانية الصورة فكرتهم بحرب الإبادة اللي خاضها الغزاة الغربيين ضد سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر، وحرب الإبادة اللي بيقوم بيها الإسرائيليين دلوقتي ضد الفلسطينيين. ناس تانية شد انتباههم إن اللوحة دي رسم مش تصوير، وعلى فكرة اللوحة دي اسمها Indian Spear Fishing، يعني صيد بالرمح للهنود الحمر، واللي رسمها الفنان ألبرت بيرستاد، وده فنان أمريكي. في ناس افتكرت الصيد وقد ايه هو محتاج لصبر زي المذاكرة بالظبط، وفي ناس تانية افتكرت الطرق المختلفة للصيد، وان كل واحد حر في اختيار الطريقة اللي تناسبه لصيد أهدافه في الحياة ما دامت الأهداف والطرق مشروعة. طب وعلاقة الصورة ايه بدرس النهاردة؟ اصل الصيد بالرمح يحتاج انك تعرف ان صورة السمكة في المية اقرب ليك من الحقيقة علشان الانكسار، والانكسار هو البيندنج اوف راي وين باس فروم وان ميديا تو انذر، زي بالظبط اللي بيحصل في اللينس. اصل النهاردة موضوعنا هو اللينس. وزي ما تعودنا بنبدأ أي درس بالintended learning outcome. At the end of this lesson or group of lecture you will be able to describe the anatomy and function of the lens, recognize lens opacity or what we call cataract and classify its type, recognize congenital cataract and describe its treatment, determine complication of congenital cataract, distinguish type of cataract and their treatment, compare between subluxation and dislocation of the lens, construct appropriate management plan for patient presented with cataract. لو تلاحظوا كلمة الكاتراكت اتكررت كتير جدا، فعلشان كده احنا ممكن نسمي الدرس دوت lens and cataract. والحقيقة لو قسمناهم مواضيع هيبقى عندنا anatomy of the lens, physiology, pathology، وفي الباثولوجي هناخد الابنورمال lens shape واللينس اوباستي اللي هي الكاتراكت افيكيا والابنورمال لينس بوزيشن او الديسبليسمنت. في الامتحان النظري كل الحاجات ديت ممكن حضرتك تشوفها او تتوقع انها تيجي ما عدا الفيسيولوجي والابنورمال لينس شيب. اما بالنسبه للامتحان الشفوي فالممتحن ممكن يعلق حضرتك في اي حته من اجزاء اللينس اند كاتراكت. اول حاجه هنبدا بيها اللينس هي الاسم، والحقيقه اللينس ليها اسمين، لينس وفيكو، يعني الاثنين ليهم نفس المعنى، زي واحد اسمه محمد وبيدلعوه يقولوا حماده، بيربط اللينس والفيكو، بس دي بنستخدمها في حاجات معينه ودي بنستخدمها في حاجات تانية. اللينس ليها اصل لاتين روت ومعناها a piece of glasses or other transparent substance so shaped as to converge or scatter the ray of light، يعني اي
حاجة ترانسبرنت عندها الابيليتي انها تكونفيرج او تسكتر ذا لايت بسميها لينس. بس لما اقول كلمة كريستالاين لينس يبقى انا قصدي العدسة اللي جوه العين. ده الاسم الاولاني. الاسم الثاني هو فيكو. وفيكو لها جريك روت، وفيكو يعني لينتل شيب، زي العدس بالظبط. شكل اللينس، شكل اللينتل سبيس اللي هو شكل العدس. ولما اقول كلمة فيكو يبقى انا قصدي في الطب حاجتين، يا اما الكريستالاين لينس اللي احنا عارفينها، يا اما الفريكلز او النمش اللي بيبقى موجود في الايدين زي الفريكلز اللي موجود في ايد الدكتور طارق. في ثلاث كلمات لازم حضراتكم تبقوا عارفينهم، فيكك وافيكك وسودو فيكك. فيكك اللي هو الشخص الطبيعي اللي العدسه بتاعت اللي خلقها ربنا موجوده جوه عينيه. افيكك يعني مفيش، افيكك يعني واحد شناله العدسه بتاعه العين. سودو فيكك وسودو يعني ارتفيشال او صناعي، ده العيان اللي انا بشيل اللينس واحط مكانها ارتفيشال لينس او اللي احنا بنسميها انترا اوكلر لينس الاي او ال. ذا كريستالاين لينس از ترانسبرنت، والحقيقه لازم تكون ترانسبرنت عشان يخش الضوء جوه العين ونشوف الدنيا اللي بره. مش بس ترانسبرنت، ترانسبرنت اند افاسكولر، وبرده كونها افاسكولر بيسمح بدخول الضوء من غير مشكله. والحقيقه اللينس فاسكولر بس during the fetal life. After regression of the fetal hyoid vascular system, the lens become avascular. The crystalline lens is a biconvex disc of gelatinous substance contained within an elastic transparent capsule. وعلى فكرة الكبسول فصلة اللينس بروتين عن البودي since the intrauterine life. ده معنى ايه؟ This mean the lens protein are not recognized by the immune system of the body. And if escape outside the capsule, the body will react with it as if foreign body. يعني اللينس كبسول قفل على البروتين من ساعة ما الطفل كان بيتكون جوه بطن مامته. فالبروتين دوت الجسم ما تعرفش عليه خالص. أول ما يطلع بره اللينس كبسول الجسم هيتعامل معاه كفورين بودي. يطلع إمتى؟ يطلع لو الكبسول حصل فيها رابشر أو حصل ديجنريشن في اللينس بروتين وخرجت بره الثين كبسول. The crystalline lens lacks innervation. ما فيهاش nerves. It's suspended between the iris anteriorly and the vitreous posterior. والحقيقة لازم نخلي بالنا ان السبيس ما بين اللينس والايرس هو ده البوستيريور تشامبر. يعني السبيس ده هو البوستيريور تشامبر، مش اللينس موجودة في البوستيريور تشامبر. It's suspended and fixed in its place by suspensory ligament او اللي احنا بنسميه زنيول اوف زين او زي زي. زي زي دي عشان تفتكروا بس، محدش يتسأل في الامتحان ايه اللي عامل فيكسيشن لللينس تقولوا له زي زي. لا، اللي عامل فيكسيشن لللينس زنيول اوف زين، زي الكاوتش ده اللي معلقه في المرجيحه هو الايه الحبال اللي ربطاه اللي زي زنيول اوف زين. الحقيقه بالظبط زي الترامبولين سبرينج، السبرينج دول هي اللي شاده اللينس، زي الفايبرز بتاعت السسبنسوري ليجمنت هي اللي شاده اللينس مكانها. This suspensory ligament attached to the lens capsule to the anterior and posterior edge of the equator and to the non-pigmented epithelium of the inner surface of the ciliary body. والحقيقة لو العين خدت تروما الفايبرز دي هتتقطع وتتحرك اللينس من مكانها. هي اللينس بتفكرنا بالكرة الأرضية، لأن الكرة الأرضية لها سطح من الناحية دي أو مشرق وسطح من الناحية التانية أو مغرب، لها المسافة اللي بينهم هي إكويتور، لها قطب شمالي ولها قطب جنوبي بول نورث وساوث. ده بالظبط ليه عندنا شبه اللينس. اللينس ليها انتيريو سيرفس هو السيرفس اللي الناحية دي، وليها بوستيريو سيرفس هو السيرفس اللي ورا ناحية الفيتراس، وليها anterior pool اللي هي السنتر بتاع الانتيرو سيرفس، وبوستيرور بول اللي هو السنتر بتاع البوستيرو سيرفس. الاكسس او السيكنس اللي هي النقطة من الانتيرو بول للبوستيرو بول، وليها كمان اكويتور اللي حضراتكم شايفينه
في الطرف ده. The anterior surface is convex, supporting the iris, whose center is called the anterior pore of the lens. Posterior surface more convex than the anterior surface in contact with vitreous, whose center is called posterior pole of the lens. The axis of the lens is the line joining the anterior and posterior pole. It is about 4 to 5 millimeter. The equator of the lens is the edge of the lens where the suspensory ligament is attached. Diameter of the lens من 9 ل 10 مليمتر والاكسس او سيكنس من 4 ل 5 مليمتر. الراديوس اوف كيرفيتشر للانتيريو سيرفيس 10 مليمتر والبوستيريو سيرفيس 6 مليمتر. واي كيرف في الدنيا بيبقى جزء من دايره. الراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذيس سيركل هو ده الراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذيس كيرف. يبقى عندنا الانتيريو سيرفيس جزء من دايره الراديوس اوف كيرفيتشر بتاعها 10 مليمتر، والبوستيريو سيرفيس جزء من دايره الريفراكتيف الراديوس اوف كيرفيتشر بتاعها 6 مليمتر. وكل ما صغر الراديوس اوف كيرفيتشر كل ما كان الكيرف مور كيرفد، عشان كده بنقول البوستيريو سيرفيس از مور كيرفد ذان ذا انتيريو سيرفيس اوف ذا لينس. ذا لينس از more or less globular in infant. Its dioptric power inside the eye equal to 18 diopter without accommodation. Outside the eye, it is about 70 diopter. ليه العدسة بتاعت العين لما نطلعها بره الباور بتاعتها بتزيد وتبقى تقريبا 70 diopter؟ ليه؟ اول حاجه لان العدسه لما بتطلع بره العين بتبقى مور جلوبرال، لانها بتسيب الشد او بتتحرر من الشد بتاع السسبنسوري ليجمنت. تاني حاجه وهي جوه العين حواليها اكواس ومن ورا فيترس، انما بره العين بتبقى حواليها اير من الناحيه دي ومن الناحيه دي، والريفراكتيف اندكس بتاعه الاير واحد غير الريفراكتيف اندكس بتاع الاكواس والفيترس. By the way, a refractive index of the lens is 1.41. والحقيقة النيوكلاس had a higher refractive index than the cortex. النيوكلاس 1.42 والكورتيكس 1.38. وكل ما زاد refractive index بتاعت النيوكلاس كل ما زادت الباور بتاع اللينس. قبل ما نخلص الاناتومي بنفكر حضراتكم بسؤال المهم: Why the lens is clear؟ لأنها vascular، لأنها devoid of nerve، لأن all the elements of the lens have a special arrangement and have the same refractive index. يا ترى إيه unusual anatomic characteristic of the lens؟ إنها avascular وإنها devoid of nerve and its protein is considered a foreign protein due to the presence of capsule that separate the lens protein from the body since the intrauterine life. كده يبقى خلصنا الاناتومي ونبدا ان شاء الله في الهيستولوجي. وفي الهيستولوجي هنقول ان اللينس عباره عن a mass of transparent cells or what we call lens fibers secreted by lens epithelium and enclosed within elastic membrane or what we call lens capsule. يعني كل ديت اللينس فايبرز secreted by the lens epithelium and enclosed with capsule. So it is formed of three different portions: the lens capsule, the goes adewat, which is considered the basement membrane, and lens epithelium, single layer of lens epithelium, and lens fiber, which form the main bulk of the lens. زي الMM peanut. وعلى فكرة الMM دي اللي فيها منها شوكولات وفي منها بينات، والبينات ده عباره عن ايه؟ لو بصيتوا حضراتكم في الصوره هتلاقوا البينات في النص وبعد كده area of chocolate وبعد كده hard candy shell. ده بالظبط زي التركيبه بتاعت اللينس. اللينس عندنا من جوه في نيوكلس وبعد كده
في عندنا الكورتكس، وبره مكان الهارد كاندي شيل موجود عندنا اللينس كبسول. والحقيقه انا بحب الام ام بي نوت كتير جدا. اللينس كبسول ثين، والحقيقه هي كمان إلاستيك and transparent. تعالوا نشوف مع بعض حضراتكم الفيديو ده هيوضح لكم قد ايه اللينس transparent وقد ايه إلاستيك. دي خطوة من الخطوات الكاتراك اكستراكشن، بنسميها الكابسولوريكسس، هناخدها بالتفصيل واحنا بناخد المانجمنت. انما عايز حضراتكم تبصوا على الإلاستيستي والترانسبرنسي of the lens capsule. Lens capsule is a non-cellular membrane secreted by subcapsular epithelium of the equator. It is of different thickness. في حتة تخينة وفي حتة رفيعة، ودايما تفتكروا ان فقر الفقراء بيجي من غنى الأغنياء، وإن الأكل اللي محتاجه الولد الضعيف دوت كاله حد أكتر من حاجته. Being of different thickness، الكبسول بتاعتنا being thicker anteriorly than posteriorly. والحقيقة الأنتيرور كبسول is twice in thickness than the posterior capsule. The thickest portion of the anterior capsule near to the equator. في الأنتيرور سيرفيس near to the equator، ده أكتر حتة بيبقى الكبسول فيها ثيك. علشان ايه؟ where it gives attachment for suspensory ligament، ده المكان اللي لازق فيه suspensory ligament، عشان كده ده the thickest part. ايه الimportance بتاع الثين posterior capsule؟ اول حاجة تبقوا حضراتكم عارفينها ان الثين posterior capsule ده المكان اللي بيحصل فيه الرابشر لو اللينس اتخبطت. الحاجة التانية يقدر يخص من خلاله التوكسينز لو انا عندي انفلاميشن جوه الاي ويعمل لي كومبليكيتد كاتراكت. طب ايه الامبورتنس بتاعت الكبسول عموما؟ اول حاجه لازم تبقوا عارفين ان it include the lens from embryo stage onward، عشان كده زي ما قلنا الجسم بيتعامل مع اللينس بروتين هذا فورين بروتين. زي ما قلنا the thinnest part is the posterior part، عشان كده ممكن يحصل فيه رابشر او ممكن يحص يدخل فيه التوكسينز ويعمل لي كومبليكيتد روزيت شيب كاتراكت زي اللي انتم شايفينه. الكبسول دي ممكن يحصل فيها قشر او داندروف لايك سكريشن في حالات الايه الاكسفوليشن كاتراكت. كبسول مهمه ان انا اسيبها وانا بعمل كاتراكت اكستراكشن وانا بشيل الميه البيضه علشان هزرع بعد كده عليها بوستيرو تشامبر اي او ال، وده هناخدها بالتفصيل. لو حصل اوبسيفيكيشن في البوستيريو كبسول ديت بعد ما شلنا اللينس بعد الكاتراكت اكستراكشن، هعمل فيها بيرفوريشن اسمه كبسولوتومي وبعمله بالياج ليزر. يبقى دوت اللينس كبسول. تاني جزء هو اللينس ايبيثيليوم. والحقيقه اللينس ايبيثيليوم ا سنجل لاير اوف كيوبيكال سيلز لاين ذا انتيرو كبسول اند ايكويتور، يعني مش موجوده غير في الانتيرو كبسول وفي الايكويتور، مش موجوده في البوستيريور بارت. It's absent on the posterior capsule. مش موجودة فين؟ في البوستيريو كابسول زي ما قلنا. بصوا على الإبيثيليوم عند الإكويتور تلاقيه gradually along toward the equator where they change into lens fiber. يعني lens fibers جاية من الإبيثيليوم سيلز اللي في الإكويتور. تبتدي تطول وبعد كده تفقد النيوكلس بتاعتها، النيوكلس بتاعت الخلية ديت، وتبقى إيه؟ lens fiber تخش لجوه. يبقى ليه كده لينس كبسول ولينس ابيثيليوم، الاخر جزء هو اللينس فايبرز. والحقيقه اللينس فايبرز هي ذا مين بالك اوف ذا لينس، كل دوت لينس فايبرز. لو تخيلوا حضراتكم الكبسول رؤيه وتحتها ابيثيليوم والباقي كله ايه؟ لينس فايبر. اتس كونسنتريكلي ارينجد لينس فايبر ميكينج سكسيسيف لاميني. بص لها حضراتكم طبقات، كل طبقة من دول عبارة عن مجموعة فايبرز مع بعض كلهم concentrical arranged بتعمل لي successive laminae that glued together by a cement substance of the same refractive index. واضح اللحام بتاع الطوب هنا
ان انا ده طوب وده طوب وملحوم باسمنت، عشان كده حضراتكم شايفين الخط اللي بينهم. انما الفايبرز بتاعت اللينس تبقى فايبر وفايبرز، بينهم ريفراكتيف اندكس، بينهم سيمن سبسن اوف ذا ريفراكتيف اندكس اوف ذا سيم اوف ذيس فايبر، عشان كده ما تلاقيش فرق ما بين الفايبر واللي جنبها. لو بصيتوا للبصله دي، البصله دي بتمثل اللينس بالظبط. ازاي بتمثل اللينس؟ هي عباره عن طبقات، طبقات بالشكل ده. عاوز تتاكد ان البصل ده طبقات، هات بصله وخش المطبخ وقطعها ترانشات زي ما انت شايف كده. على فكره الترانشات دي اللي بيعملوا بيها الايه، الاونيون رينج. سيبونا من الاونيون رينج دلوقتي، انما هنقول البصله دي عباره عن طبقات، كويس. كل طبقه من الطبقات دي، يعني دي الطبقه الخارجيه اللي انتم شايفينها، متكونه من مجموعه فايبرز زي الفايبر دي والفايبر دي والفايبر دي، يبقى هي سكسيسيف لامني. ايتش لامني از فورمد اوف ميني فايبرز ذات جلود توجذر. اهي كل طبقه من الطبقات دي عباره عن ايه، مجموعه فايبرز مع بعض. في اللينس الفايبر ستارت انتيرير اند اند بوستيرير. اهي فايبر ده مثلا ماشي من هنا واند بوستيرير. مكان الارتكوليشن بتاع الفايبر ده انتيرير وبوستيرير بيعمل لي واي شيب، واي شيب انتيرير واي شيب بوستيرير. اللينس سبستانس بتتكون من جزئين، سوفت اند هارد، كورتكس اند نيوكليوس. اللينس سبستانس كومبرايزز ا سوفت كورتكس اند هارد نيوكليوس اكزاكتلي لايك ديتس، زي البلحه بالظبط، موجوده عندنا هارد نيوكليوس من جوه وسوفت كورتكس من بره. الكورتكس عباره عن ايه؟ عباره عن النيولي فورمد لينس فايبر فورمد باي سب كابسولار ايبيثيليوم اوف ذا بري اكويتور اريا، يحصل فيها بروليفريشن او جيرمينيشن. والحقيقه كل ما طلعت نيولي فورمد فايبر اتحطت اوتسايد ذا اولدر وان which are pushed toward the center of the lens and undergo a process of sclerosis. يعني الفايبرز الجديده بتزق الفايبرز القديمه لجوه، والفايبرز القديمه يحصل فيها process of sclerosis، زي طبيعه الدنيا كلها ان الصغير بيحل محل الكبير ويتضاءل الدور بتاع الكبير وهو بيخش جوه. طب النيوكلياس، النيوكلياس هي الكومبريست سنترال بورشن اوف ذا كورتكس، بيحصل فيها جرادر سكلروزس اند بيكام اوبتيكالي دنسر اند هاردر ذان ذا بريفرال كورتيكال فايبرز. تعالوا نشوف مع بعض اللينس فايبر بتكون الكورتكس والنيوكلياس ازاي. دي اللينس وفيها الكبسول، وعند البوستيرو كبسول من ورا زي ما انتم شايفين في ايبيثيليوم. الايبيثيليوم دوت بيخش لجوه، وما يخش لجوه يفقد اللينس النيوكلياس بتاعته ويكون لي البرايمري لينس فايبر. عرفتوا ليه بقى يا جماعه دلوقتي البوستيرو اريا اوف ذا لينس ما فيهاش ايبيثيليوم؟ عشان الايبيثيليوم هو اللي كون لي البرايمري لينس فايبر. بعد كده يحصل بروفريشن في الاكويتور، والاكويتور يعمل سكندري لينس فايبر لير ورا لير. كل مدى اللير تتكون والاولدر فايبرز تخش لجوه وتبقى كومبريست. طب ده معناها ان في عندي ميني نيوكلس، في نيوكلس بتتكون وانا امبريو، ونيوكلس بتتكون وانا فيتاس، ونيوكلس بتتكون وانا انفانت، ونيوكلس بتتكون وانا ادلت، زي بالظبط الخشبة أو جزء الخشب، جزء الشجرة اللي شايفينه حضراتكم قدامكم. نفس الكلام لما ببص على سليت لامب لما ببص بسليت لامب على النيوكلس هلاقيها موجودة من السنترال اريا الامبريونيك نيوكلس الأول، وبعد كده الفيتا نيوكلس، وبعد كده الانفانتايل نيوكلس، وبعد كده الأدلت نيوكلس. By the first decade of life, compression of the peripheral lens fiber causing hardening of the entire lens. وده اللي بنسميه النيوكليار سكلروزس أو السنايل نيوكليار سكلروزس. والحقيقة الاسم ده مش نمر، يعني اسم مش مظبوط. ليه؟ لأن لقوا إن الوتر كونتنت بتاع الكورتكس والنيوكليس الاتنين زي بعض، فماهوش سكلروزس، ماهوش إيه loss of water. طيب لاحظوا إن في سنايل نيوكليار سكلروزس بيزيد اللون الاصفر في اللينس with the age. طب يا ترى ده بيأثر على الكلاريتي بتاع الكالر فيجن؟
طب يا ترى الاثنين نيوكليير سكلروزس افكت الفيجن، افكت الفار فيجن ولا نير فيجن؟ طب يا ترى الاثنين نيوكليير سكلروزس ممكن تو كونتينيو تو اوباستي ولا لا؟ انا مش هجاوب على الاسئله ديت، واشوف واسيب حضراتكم تدوروا على اجابتها. قبل ما نخلص الاناتومي بتاع اللينس، اقول لحضراتكم ان احنا عندنا لينس واحده، ولكن الدراجون فلاي هاد 30,000 لينس ان اتس اي، assessing them with motion detection and making them very difficult to predator to kill. Physiology of the lens. والحقيقه هنبدا الفيسيولوجي باللينس نيوتريشن، ونقول اللينس being a vascular nourished by the diffusion from aqueous through the semi-permanent capsule. Lens metabolism. الكومبوزيشن اوف ذا لينس، الووتر 65%، تريس اليمنت 1%، والبروتين 34%. وده اكتر مكان في البودي كله في لوست ووتر بيرسنت اند هايست بروتين كونتنت. البي اتش بتاعت اللينس 7.4 اند ان انرجي درايف فروم جلايكولوسيس اور وات وي كول ايروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز. This process need glutathione and vitamin C, ascorbic acid, and decrease of the ascorbic acid and glutathione may produce lens obesity. The function of the lens, our function من the lens هو refraction. هي والكورنيا والإكوس والفيترس بيعملوا لي proper refraction of the image of the outside world onto the retina. لو اللينس مش موجودة أنا مش هشوف كويس. وأسأل حضراتكم سؤال، يا ترى أنا بشوف الأشياء زي ما هي؟ We don't see things as they are, we see them as we are. فكروا في الكلمة دي، وفكروا قد إيه الواحد الكويس دايما بيشوف الحاجات الكويسة، والواحد الوحش دايما بيشوف الحاجات الوحشة. سؤال تاني دايما بنسأله، يا ترى ايه هي الـ benefits of wearing blue blocking glasses؟ عارفين blue blocking glasses دي عبارة عن ايه؟ glasses زي ما انتوا شايفين كده بيبقى لونها اصفر، ما تدخلش الضوء الازرق جوه العين. يا ترى الـ glasses دي ليه اهمية؟ دايما بتوع الرماية بيلبسوها وبيقولوا انها بتخلي الايمج شاربر. اي عدسه في الدنيا ليها كروماتيك ابريشن. كروماتيك ابريشن يعني ايه؟ يعني بتكون صوره زرقاء وصوره خضراء وصوره حمراء في الفوكس بتاعتها. يعني لو تخيلنا، يعني حضرتكم لو تخيلنا ان العدسه دي مكان اللينس والكورنيا بتوعنا، يبقى اكيد على الريتنا هيبقى عندنا صوره خضراء وصوره في النص وصوره حمراء من ورا وصوره زرقاء ايه قدام. طبعا الجسم بيجمعهم كلهم مع بعض، ولكن بتبقى الصوره مش شارب كما لو كانت وان ايمج. ده اللي احنا بنسميه الكروماتيك ابريشن. البلو بلوكينج جلاس بتشيل البلو لايت، ما تخليش البلو لايت يتكون، وبالتالي يبقى عندنا صورتين بس اللي هما الخضراء والحمراء، هتخلي الصوره مور شاربر. يبقى هنقول ان الجلاسز this type of glasses eliminate the chromatic aberration or reduce the chromatic aberration and the image appear sharper. تاني function عندنا من ال function of the lens هو ال accommodation. وال accommodation is the ability to see object clearly at different distance. واحنا عارفين ان اي far object تخرج منه rays parallel. ال parallel rays دي العين able to focus it on the retina. مظبوط؟ طيب لو جينا near object، نير اوبجكت هتخرج منه الريز دايفرجنت، يبقى العين عاوزه تعمل ايه؟ العين عاوزه تعمل ايفورت، اكسترا ايفورت تو ميك ذيس دايفرجنت ذا بارالل تو كونفرج ات اون ذا ريتنا. يبقى بالتالي عايزين اكسترا ايفورت، وده اللي بيحصل في الاكوموديشن. تعالوا مع بعض نشوف الاكوموديشن بيحصل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض، لو انا هبص على المبنى البعيد ده او انا هبص على الكراس of this area. كويس، المبنى البعيد ها
هيطلع منه الريز بارالل that be could focus on the retina. جميل. بينما الجراس هحطه في النص عشان حضراتكم تشوفوه كويس. الريز will travel in a divergent manner. تطلع منه الريز divergent اكيد هتتكون وراء الريتنا زي ما حضراتكم شايفين. انا محتاج دلوقتي ان الريتنا ان اللينس تبقى مور باورفول علشان الصورة تبقى موجودة على الريتنا. اللينس هتبقى مور باورفول ازاي؟ لما لو تبقى مور جلوبولر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اول ما بقت مور جلوبولر بقت الصورة تكونت فوق الريتنا. ده اللي بيحصل في الاكوموديشن. اللينس بتغير شكلها من فلاتر تو مور جلوبولر تو ميك ذا ريز كونفرجنت اونتو ذا ريتنا. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل باي كونتراكشن اوف ذا سيلر مسل. السيلر مسل زي ما حضراتكم عارفين دايره بالشكل ده. لو الدايره ديت حصل فيها كونتراكشن يعني صغرت هيحصل ريلاكسيشن للزنيول. الزنيول والمسل اتريست ستريتش زي ما انتم شايفين حضراتكم في الصوره ديت. اول ما يحصل كونتراكشن في السيلر مسل يحصل ريلاكسيشن في الزنيول and the lens become more globular. تعالوا نتفرج مع بعض على الفيديو دوت. والفيديو دوت بيقول لي بيشرح لنا الاكوموديشن as a part of near reaction. As we shift our gaze from a distant object to a near one, or as a distant object approaches, our eyes adjust to keep the object of interest in focus. In this respect, the human eye behaves much like a camera. The adjustment for near vision includes three events occurring simultaneously. They are known as the accommodation reflex, or the near triad. Each event will be illustrated separately. First, as an object approaches, both eyes track it in a process called convergence. The size of the eyes in this example has been greatly exaggerated so that the subtle movement that takes place during convergence can be seen. Convergence of the eyes keeps the image of the object of interest centered on the fovea, the part of the retina where resolution is highest. If the eyes do not converge appropriately, diplopia, or double vision, occurs. Second, the pupil must constrict to restrict the entry of light rays diverging from a near object, since diverging rays cannot be bent enough by the periphery of the lens to make them fall on the fovea. If the pupil were to remain dilated, the image would be blurred. Finally, the shape of the lens must change, increasing its refractive index so that the light rays passing through it converge on the fovea. In distance vision, the lens is pulled at its equator by the suspensory ligament, so that it is relatively thin. When the muscles of the ciliary body contract, the tension on the suspensory ligament decreases, and this allows the lens to assume a rounder shape, increasing its power to bend light. As a result, the image is focused on the fovea. Combined convergence, pupillary constriction, and rounding up of the lens all function to keep an object in focus as it approaches the eye. ثالث وظيفة من وظائف اللينس هي البروتكشن اوف ذا ريتنا. اللينس للريتنا زي الامن للشعب. المفروض طبعا انه هو يحميه لان الامن جزء من الشعب ولان الشعب هو اللي بيدفع مرتبات الامن. فالامن لازم يحمي الشعب بالضبط زي ما اللينس بروتكت ذا ريتنا. The protection of the retina from the infrared and to less extent from ultraviolet rays is the function of the lens. والحقيقة اللينس بتحمي الريتنا من الانفراريد والالترافايلوت وربنا بيحمي اللينس ويخليها transparent. It remain optically clear for years despite of constant bombardment by light radiation.
عمال الضوء يقذف اللينز. برايز هي تشيل الانفراريد to less extend the ultraviolet and protect the retina and remain بفضل الله transparent. عشان كده الناس اللي ما بقاش عندهم لينز بيشوفوا الالترافايلوت لايت as white blue or white violet color. الناس الافيكيك وهناخد افيكيا بالتفصيل بيشوفوا الضوء الابيض مزرق او لونه موف. وبكده يبقى من فضل الله خلصنا الاناتومي اوف ذا لينز والفيسيولوجي اوف ذا لينز. شايفين الصوره دي؟ اكيد دي ابنورمال شيب اند سايز. طب يا ترى اللينز ليها ابنورمال لينز شيب؟ الابنورمال لينز شيب includes lenticonus, microfacia, microspherifacia and lens globoma. ولو بصينا على واحدة واحدة كده وعرفنا قبل ما نوصفهم معنى الأسماء هنقول lent يعني lens, conus يعني ليها كو, bulging كون, micro يعني صغير, fecia يعني lens, يعني lens تبقى صغيرة, microspherifacia, مايكرو يعني صغيرة, سفيرو يعني مدورة, وفيك يعني اللينس. لينس كلبومة يعني حتة من اللينس مش موجودة أو ناقص. تعالوا نشوف واحدة واحدة كده. لينت كونس, وزي ما قلنا مقطعين, لينس كونس يعني في anterior or posterior bulging of the lens capsule. اللينس كلها بتبقى bulging كده من وراء, وده rare condition أو من قدام زي ما حضراتكم شايفين هنا. المايكرو فيكيا, وقلنا مايكرو يعني صغيرة وفيك يعني اللينس, smaller in diameter, تلاقي اللينس smaller than the normal one. والمايكرو سفيروفيكيا, مايكرو صغير سفيرو مدور وفيكيا اللي هي اللينس, ده بيبقى bilateral small lens, بيبقى معاها weak zonule, ده اللي بيخليها more spherical زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا لما تبقى more spherical هتبقى more curved, وده يغير الرفراكشن, liable to dislocate, وبتبقى liable to block the pupil, وتيجي في وسط البيوبل بالظبط, ولو البيوبل قفل عليها تعمل لي جلوكوما. والجلوكوما دي بسميها جلوكوما انفيرسس, والجلوكوما انفيرسس يعني جلوكوما معكوس, معكوسة عن كل الجلوكوما, لان كل الجلوكوما لما بدي مايوتكس يتحسن الانترا اوكلار بريشر, ما عدا الجلوكوما اللي فيها ديسلوكيشن لللينس في البيوبل, كل ما ادي مايوتكس تقفل على اللينس اكتر وتعمل لي اوبستراكشن اكتر, عشان كده سميناها جلوكوما انفيرسس. والحقيقه دي نوع من انواع الفاكو مورفيك جلوكوما, وفاكو اللي هي اللينس, مورفيك اللي هو شكل, ودي جلوكوما نتيجه تغير شكل اللينس. اخر حاجه في الابنورمال لينس شيب هي اللينس كلوبوما, وزي ما حضراتكم شايفين الحته دي من اللينس مش موجوده, والحته دي برضو من اللينس مش موجوده. وبكده نبقى وصلنا من فضل ربنا لاخر جزء في اول درس من دروس اللينس, واتمنى ان حضراتكم تذاكروا الدرس ده كويس, واتمنى ان نشوفكم في فيديو جديد, والمره الجايه ان شاء الله هنشرح موضوع مهم جدا اللي هو الكاتاراكت. اشوفكم على خير وفي امان الله.